القصة باختصار إنه واحد سكران راح لأبو حنيفة قال له يا أبو حنيفة يا مرجئ. فرجع أبو حنيفة قال له إيه والله الحق علي. أنا اللي أنا مش عارف إيه اللي بيضحك. تعلمك مؤمن كامل الإيمان. وهذا فعلا قول أبو حنيفة. أبو حنيفة. نعم هذا قول أبي حنيفة إذا فهمناه على أن المؤمن كامل الإيمان هو من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بها وبجميع لوازمها ولا ينكر شيئا من هذه اللوازم. اعتقاده أن السكران مؤمن كامل الإيمان وهذا موجود في الفقه الأكبر وهذا مذهب الأحناف. الفقه الأكبر فيه إشكال في ثبوت نسبته إلى أبي حنيفة وهذا معروف. لا يومنا هذا من زمان أبي حنيفة لا يومنا. نعم هذا صحيح إذا فهمته على النحو الذي قلته لك أن الإيمان عند الحنفية هو شيء واحد فقط إذا فعلته دخلت أصبحت مؤمنا. ما زاد على ذلك هو ثمرة من ثمرات الإيمان هو قوة الإيمان هو شدة الإيمان هو اطمئنان القلب هو كذا وهذا ما يعبر عنه بالزيادة. السكران والسارق وكل أهل المعاصي مؤمنون إيمانهم كامل. نعم هم مؤمنون عند جميع المسلمين إلا الخوارج فقط هم الذين يكفرون أصحاب الكبائر أما جميع المسلمين يقولون هؤلاء مؤمنون كإيمان جبريل وميكائيل. أما كإيمان جبريل وميكائيل فهذا فيه إشكال ويحتاج إلى إثبات يعني هذا مذهبه فهي القصة يعني طريفة وهذا يقول له يا مرجئ واحد سكران ليست طريفة يقول له يا مرجئ قال له والله الحق علي أنا اللي قلت سبحان الله أنك مؤمن كامل الإيمان لكن لما تريد أن تطعم بإنسان أنا شرط تتعلم الآن كيف نطعم بالإنسان طرافتها فقط يعني لا أكثر لكن لما بدك تطعم بإنسان تأخذ وتحول الموضوع تقول هو يقصد كذا هو أراد كذا هو القضية كلها هو فعليا هل هي ثابتة هذه نعم أنت يا ابن شمس الدين لا تصرح بعقيدتك كاملة حتى الآن أنت لم تقل هل تكفر الأشاعرة بأعيانهم أم لا وتقول اختلف العلماء ولو قلت بأن أنهم يكفرون للام الناس وتكلموا وظنوا أن من لم يكفرهم مميع ولو قلت بأنهم مؤمنون للامني الناس وقال أنني مميع أو أن الذين يعني يكفرون هم متشددون وكذا وكذا طبعا ده كلام خرافي يعني فأنت لا تريد أن تواجه الناس بأنك تكفر الأشاعرة لأن هذا يلزم مذهبك هذا هو لازم مذهبك فتخرج كلامها هنا وكلامها هناك ليفهم أتباعك أنك تكفرهم لكن لا تصرح به تصريحا كما بالضبط تفعل مع أبي حنيفة وحين تلمزه ها هنا مرة مش عارف أصل عدد الأحاديث اللي أحفظها كذا مرة تجيب كلام الشافعي فيه مرة تجيب كلام الجويني والغزالي وهكذا هذه طريقتك يعني قال إسحاق بن منصور رحمة الله عليه سعيد عفوا سعيد بن منصور رحمة الله عليه أنا لم أجد هذه القصة عن سعيد بن منصور ربما موجودة في كتب لم أطلع عليها ولكن ما وجدته هو عن سليمان بن حرب وهو لم يلتقي بأبي حنيفة وعن القاسم لا أدري اسمه كثيرا لكن في الإسنادين مقال يعني إثنان متهمان بالكذب أحد أئمة المسلمين إما سعيد بن منصور كذاب مثل محمد بن شمس الدين ليس شرطا قد لو صحت عن سعيد منصور لم تروى هذه القصة على سبيل السماع أو التحمل يعني هو لم يرى السكران وهو يتكلم مع أبي حنيفة أو لم يحكي له أبو حنيفة أو السكران يحكون له هذه القصة هذا أمر فبالتالي قد تصل له هذه القصة ويحكيها على سبيل الحكاية ولكن الذي أوصل له هذه القصة إما كذاب أو مدلس هذا لا يطعن فيه ولا واحد بهؤلاء يجتري وأن يقول هذا سعيد بن منصور طعان بأهل العلم نعم نعم لأن أخلاق خصومكم أفضل من أخلاقكم هم يحترمون العلماء ويجلون ويوجهون كلامهم على أحسن المحامل ويحفظون لهذا مقامه ولهذا مقامه ويسكتون عما يعني شجر بينهم ويتعاملون بالإنصاف والعدل بحسب القدرة يعني والإمكان أما أنتم فمجرد أن تجدوا كلاما لبعض السلف يطعنون فيه في أبي حنيفة أو تكفير لعموم من قال بقول معين تطيرون به كل مطار وتستحلون أعراض خصومكم وبعضكم يلعن أبا حنيفة ويقول عنه هو أبو جيفة وتتكلمون عن النووي والأشعري وابن حجر فيعني لو أخلاق خصومكم كأخلاقكم لفعلوا كما فعلتم ولكن الحمد لله ليست كذلك استطيع لأنه يعني ماذا يقولون لا يتصفوا بصفات التي يقولها الناس صفات الرجولة مخانيف هؤلاء أنت أحق الناس بهذه الصفات لأن على الأقل مثلا الخليفي صرح بكلامه
وقال بعقيدته كاملة، ويعني وإن كان في نوع من أنواع الخنوع شوية، لأنه لا يواجه أحد بالمناظرة فيما أعلم. أما أنت فتعتقد اعتقادا سريعا في أبي حنيفة، ثم تخرج تارة وتترحم عليه، ثم تخرج تارة وتلمزه بكلام، وتارة تقول أنا لا أريد أن أمتحن في هذا، تارة تقول لا إشكال في حين يسألك بعض الناس عن المذهب الحنفي تقول لا إشكال في أن يتمذهب الإنسان مذهب حنفي، وفي مرة أخرى أو بث آخر تقول روينا عن الإمام أحمد بأنه لو أن هناك أهل رأي وأهل حديث ضعفاء في الحديث ولا يميزون بين الصحيح والضعيف، فإننا نستفتي أهل الحديث ولا نستفتي أهل الرأي، وبغض أهل الرأي كذا وكذا. فكلام متناقض، حبة هنا وحبة هنا، لكن في النهاية أنت لست جريئا واضحا تطلع على العام كده في الفيديوهات القنوات الكبيرة بتاعتك تقول والله أنا أرى إنه فلان الفلاني ده كذا وكذا وكذا. لا، فقط أنت يعني كالحرباء. أقل من تيمية على الإشعارية سبقوا بها شيخنا الهروي رضي الله عنه كان يقول عنهم مخانيف. طبعا يعني يفخر ان شيخه قال عنهم مخانيث، واول من رحمه الله كان اول من يكفرهم، ورحمه الله اول من استحل دماءهم، ورحمه الله اول من شبب بهم، ورحم الله صاحب النونيه حين قال انا يعني يا اشعريه يا اسافله الورى يا صم يا بكم بلا اذاني. لا ادري يعني ما الفخر في هذا. نقل حتى عن يحيى بن عمار فيما اذكر في ذم الكلام مخانيث، هؤلاء مخانيث المدرجة المخانيث لا يتجرؤون على الطعن بسعيد بن منصور. هم لا يتجرؤون لانهم ليسوا حمقى، هيتجرؤوا ليه؟ يعني واحد قال قصه وهو لم يشهدها، ربما تكون رويت عنه بالكذب او نقلت له على سبيل التحريف او التشويه. فهم ليسوا حمقى عشان اول ما حد يقول كلام يرونه ليس صحيحا يقوم هم يطعنوا فيه، اما انك انت كذاب واما ان ده الامور لا تمشي هكذا. عادي، هو إمام ليس معصوما، يمكن أن ينقل له كلام لا يكون صحيحا في نفسه وإن كان قد وثقه، زي ما محمد بن يحيى الذهلي نقل عنه كلام عن البخاري وبدع البخاري على هذا وكتب إلى أبي حاتم وأبي زرعة وأقروا له بهذا، أو يعني تركوا الرواية عن البخاري بسبب هذا الكلام ووافقهما ابن أبي حاتم، والقصة كلها على قولكم يعني لا تصح. لا إشكال، يعني مش لازم أطعن في محمد بن يحيى وأقول عنه كذاب، أو أطعن في البخاري وأقول عنه لفظي. فراح إلى الناقل الذي نقل القصة عن سعيد فطعن به. مخانيث؟ ليسوا مخانيث، هم لا يطعنون في العلماء وأنت تطعن في العلماء، ولكنك لا تتجرأ فأنت الذي تكون مخانيث. ثم لو أنا جيت الآن ونقلت كلام محمد بن يحيى الذهلي أو غيره عن البخاري أو مسلم أو أي حد من رواة الحديث، أو نقلت مثلا كلام ابن أبي ذئب عن الإمام مالك، فالناس سيلومونني أنا، أقول لهم يا جماعة روحوا لابن أبي ذئب لوموه هو ما تلومنيش أنا، ماشي أبو ذئب ابن أبي ذئب إمام، ولكن هذه ذلة.